أو أن يتكلم على الناس بسوء أو أن يظلم
خطر على قلبه أن يصدق أو يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن أو يكثر من الصلاة. هذه خواطر من الله، ويعني أن الإنسان إذا ما وازن بين خواطره ووجد أن الخواطر الإيمانية قد تغلبت على الخواطر الشيطانية فهو بخير، أما إذا تغلبت الخواطر الشيطانية فإنه وقع في مصائب الشيطان. ولا تعتقدوا أن الذنوب والشر والمعصية والجرم الذي يقع على الأرض إلا بفعل الشيطان، والشيطان إذا لم تفتح له الأبواب لا يستطيع الدخول، لا يستطيع. ولذلك علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطانا قنبلة مضادة للشيطان هي بسم الله، لأن بسم الله هي ذكر الله. ولذلك أرشدنا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن لا نترك هذا الذكر الذي هو طارد للشيطان. إذا دخلت أهلك فقل، على بيتك فقل بسم الله، وإذا نمت فقل بسم الله، وإذا دخلت لقضاء الحاجة فقل بسم الله، وكل حياتك إذا ما أحيطت بهذه القنبلة المضادة للشيطان ولا الشيطان ولم يجد إلى قلبك سبيلا. أما الذين وقعوا في حقائر الشيطان فإن الشيطان يدفعهم للشر، ولذلك تجد الكثير من الناس يحتال كما يحتال الشيطان ويفكر بالشر أكثر مما يفكر الشيطان، على حد قول أحدهم من الأشرار: كنت امرئا من جند إبليس حتى صار إبليس من جندي، يعني صار أكثر من الشيطان، لأن الشيطان إذا ما سيطر على رجل دفعه باتجاه الشر. ومدخل الشيطان كما ذكرت أيها الإخوة هو الغفلة، أن تترك بسم الله، وإذا تركت بسم الله شاركك الشيطان في كل شيء حتى في لقمة طعامك. فإذا دخلت بيتك وقلت بسم الله وسلمت على أهلك، وإذا أكلت قلت بسم الله، وإذا نمت قلت بسم الله، قال الشيطان لجنوده أو لأتباعه: لا مبيت لكم هاهنا ولا طعام لكم هاهنا. فبسم الله مضادة للشيطان ذكر دائم